قال رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشوكا قال إن بلاده لديها رغبة في مزيد من التعاون مع مصر في كافة المجالات المشتركة وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح أن جلسة المباحثات مع مدبولي تطرقت إلى بذل رومانيا مزيد من الجهد لتجنب الأزمة العالمية الغذائية وقيام رومانيا بدورها في تعزيز التعاون مع مصر والقارة الأفريقية. أنه بداية من اليوم سوف نستمر في العمل معا للحفاظ على التماسك في العلاقة بين البلدين. لقد تناولنا بعض الموضوعات ذات أهمية بين البلدين كما ذكر سعادة رئيس الوزراء وكذلك بين وزراءنا من رومانيا والسادة الوزراء من جمهورية مصر العربية التي تناولنا فيها كافة موضوعات ذات الاهتمام المشترك وكافة القدرات والإمكانيات المستقبلية لتعزيز العلاقات الثنائية.